السلام عليكم، تحياتي. كيف ما العاده كنشكركم بزاف بزاف بزاف. الاخوه اللي تقول لك الصوت ضعيف، سمحوا لينا، غير سمحوا لينا ان شاء الله راحنا غادي نصاوبوا داك الشيء وما غيبقاش عندنا مشكل ديال الصوت. والمهم من هذا الشيء وهو كنبغيو نقدموا لكم، يعني دائما وابدا كنبغيو نقدموا الخدمه الناس ديال المبتدئين، الرياس المبتدئين تبغيو نقدموا لهم خدمه. يعني هذه الخدمه هذه فين كتجلى في المعرفه وكيفاش يصيدوا وكيفاش يتجنبوا الاخطاء اللي كتكون في البحر، اللي هي اخطاء بعض المره كتكون صعيبه. احنا دائما كنتمنوا السلامه والسلامه والسلامه الاخوان ديالنا الرياس كاملين عامه في جميع انحاء العالم. تحية كبيرة لكم وشكرا على الدعم ديالكم، شكرا بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله كيف ما العادة ملي غنسالو فترة الاسئلة، راه في كل فترة كنخلي نمرة التليفون كيف ما العادة. شكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا بزاف بزاف بزاف، تحية من القلب لكم. على بركة الله الرئيس عبد الإله. السلام عليكم الرياس، معكم الرئيس ابراهيم كما القاعدة. تحياتي لكم من الحدادة للحدادة، وشكرا الرياس على التفاعل ديالكم مع القناة الخاصة ديال الرئيس عبد الإله باش. السؤال ديالنا ديال الرئيس ميات سانتور تيقول لك السلام عليكم، انا عبد السلام من تيفلت، كيف يمكن الحفاظ على الاطريس واي نوع تنصحني به من الانواع كثيرة انا حاير. السلام عليكم، تحياتي لك خويا عبد السلام، تحية كبيرة ليك وتحية كبيرة للناس ديال تيفلت والناس ديال المغرب ككل، الرياس كاملين تحية كبيرة 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 ليكم كاملين. اخويا عبد السلام، بغيتي تحافظ على لاطريس، انا كنقول لك داكشي اللي كنديرو حنا والكمال على الله سبحانه وتعالى، يعني ما كنزيدش شي حاجه من راسي. يعني ديك الطرق اللي حنا غادين بها وكنشوفوها ناجحه راه هي اللي كنقدموها للاخوان ديالنا دائما. لاطريس اخويا، اول نصيحه ليك اخي عبد السلام، راه خصك تحافظ على لاطريس وتحافظ على الماكينه معا. الا حافظتي على الماكينه غتحافظ على لاطريس. لاطريس فين ما تمشي تصيد، فين ما تمشي تصيد في البحر كتجي كتوصل لاطريس ديالك بالماء الحلو، او كدي معاك واحد القرعه دائما خاصه كيف ما كنديروا حنايا. عندنا واحد القرعه، عندنا الماء اللي كنشربوا وعندنا قرعه دائما خاصه لغسيل الماكينه والخيط كتكون عندنا في الصاك. كنساليو الصياده، كناخذ الموليني ديالي كنشدها في يدي هكا، تنقلب ليها راسها لتحت، البارابور يشوف لتحت، وتنكب الماء بشويه غير على الخيط، تنخوي الماء مزيان، يعني حتى كنحس بالماكينه الماء راه وصل لتحت، يعني اخترق الخيط هبط صافي. وكن نفضها مزيان ونمسحها بواحد الزويف ديما تيكون عندي، تيكون فيه شويه ديال الزيت، كندهنو في الزيت وكنمسح الماكينه ماشي لاطريس. لاطريس كنغسلها غير بالماء. كاين بعض الاخوان اللي تيقول لك راه كاين واحد البرودوي كيتباع خاص لاطريس ولا خاص، حنا ما كنستعملوش داك لي برودوي، وكاين اللي كيدير ليها الزيت. راه الا درتي ليها الزيت ودعها الزيت مع الشمس بلا ما نقول لك علاش، لان خيط ماشي نيلون ماشي سبيب، مازال السبيب دير له الزيت مزيانه. علاش حنا كنديروا بعض المرات قطيرات ديال الزيت ملي كنكونوا كنصيدوا بالسبيب بالنيلون، ملي كنسالوا الصياده كنغسلوه. يعني حنا هذا السؤال هذا غادي نستغلوا فيه جوج حوايج، يعني غنهضروا فيه تاع المحافظه ديال السبيب ونهضروا على المحافظه ديال لاطريس. لاطريس ما كنديرش ليها الزيت، ما كنديرو ليها حتى شي حاجه، كنغسلوها غير بالماء فقط، الماء بوحدو. الا كان الماء دافي غيكون احسن، ما كانش الماء بارد عادي، الماء عادي اللي كنشربو حنا هو اللي كنخوي على الماكينه من الفوق. تنحاولوا نغسلوا الخيط مزيان صافي، كنخليوها تسقطر وكنمسحوها الماكينه بواحد الشيفون فيه الزيت. علاش؟ لان الماكينه حتى هي كتعرض راه الهواء ديال البحر شنو هاز، هاز الملحه، راه ما كتبانلكش انت، ولكن راه الماكينه راه كامله ملي كتقيسها كتلقاها كامله فازقه. وهي باش فازقه؟ فازقه بديك الملوحه ديال البحر،
ديك الميديتي كتكون فيها الملحه، وهذيك خطر على الخيط وخطر على الماكينه مع الوقت. داكشي علاش كنمسحوها الماكينه مزيان بواحد الشيفون فيه شويه ديال الزيت، والماكينه ديالنا هذا لاطريز ديالنا كنغسلوه بالماء فقط، لا زياده لا نقصان، غير الماء. وملي تبغي تمشي تصيد فاش تجبد لاطريس، راه لاطريس ماشي هو السبيب، هذه غير كافكار كنحاول نوصلهم للاخوان ديالنا كيف ما العاده المبتدئين ولا الهوات ولا اللي ما عنديش انا عندكم نتوما، واللي عندكم نتوما ربما ما عنديش انا. حنا هنا غير باش كنتبادلوا غير الخبر، كنتواصلوا مع بعضياتنا وكنوصلوا دائما لواحد النتيجه كتهمنا كاملين انا وهي، يخرج كل شيء راضي ونوصلوا للحوايج اللي هما مزيانين. الخيط لاطريس ملي كنوصل انا للبحر مثلا غادي نصيد، انا ديجا راه غسلته ملي كنت في البحر مثلا، صيدت هذه واحد 6 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام، راه ديجا غاسل انا الخيط. ولكن راه ملي كنجي للبحر قبل ما نصيد فاش كنجبد الماكينه ما فيها باس ليه زيت القرعه د الماء وخويت على لاطريس واحد شويه في الزكت، وشنو كيدير؟ كيتفك، ما تيبقاش الخيط ملصق مع بعضياته، كيتفك حتى في التخريجه كيجيني ساهل في الطونسيه الاولى، كيخرج ليا الخيط مزيان. علاش؟ ملي كنرشو بالماء كيحاول الخيط يتفك مع بعضياته، ما تيكونش لاصق، حيت ديجا غسلته انا واحد 6 ايام ولا 4 ايام. يعني لاطريس شنو كيدير؟ بحال كيلصق في الماكينه واحد شويه، ملي كنعاود نخوي عليه شويه الماء عاد لونسي الماكينه، عاد لونسي القصبه ديالي. هذه كمعلومه فقط، كيجيني ساهل في التخرج. علاش؟ لان في التخريجه الاولى دائما ما كتخرجلكش مزيان. علاش؟ كتكون الخيط ملصق، يعني حتى كيطيح في الماء وكيفزك، كتجمع المره الثانيه عاد كتحاول تخرج مزيان. هذه راه من ديبار تخرج مزيان. وبالنسبه للسبيب كنحافظوا عليه بالماء حتى هو كنغسلوه، وكنديروا واحد القطيرات ديال الزيت خفاف، هذاك الزيت الماكينه نيت، كنديروها الفوق ديال الخيط ديال النيلون. علاش؟ باش ملي كنمشي نصيد اول حاجه هذاك الزيت اللي فيه هذاك السبيب اللي فيه شويه ديال الزيت، ملي كيدوز على الراماسور، هو تيكريسي لنا الراماسور د الماكينه، وكيدوز على لي زانو كاملين، وملي كنخرج انا كيجي ساهل في التخراج، يعني داك الزيت كيخليه يخرج بواحد السهوله، وملي كيطيح في الماء ما كيهش الماء ديال البحر. هذاك الزيت اللي مدهون به ماشي تسمع الزيت تبقى تعمر في الماكينه تترد مثلا بحال شي جروب ديال الموتور ولا ديال، لا غير قطيرات غير من الفوق. هو الزيت حنا عارفينو سريع الانتشار، يعني كيهبط كيدير بلاصتو في الخيط، كيحاول يدخل لجميع المسام اللي كيبانوا ليه صغار كيتسرب فيهم داك الزيت، يعني كيوصل الخيط حتى لتحت ماشي مشكل. هو كيساعدك ما كيهش داك الماء ديال البحر، وما تيبقاش شاد الماء ديال البحر، وما كيبقاش شاد الملوحه. نتمنى من الله الفكره تكون وصلت خويا عبد السلام، ومزيانين بحال هاد الاسئله هادو، يعني كنعطيو فكره للاخوان ديالنا كاملين باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع لاطريس ومع السبيب. تحياتي ليك خويا، وشكرا شكرا على هاد السؤال ديالك، ونتمنى من الله بان الفكره تكون وصلت. وكيف ما العاده رقم التليفون 06 17 54 75 34، 06 17 54 75 34. تحياتي لكم أخوتي.